حابة أتكلم اليوم في الخبر اللي صدر اليوم والحكم اللي صدر على دنيا بطمة اليوم من القضاء المغربي بإدانتها في قضية حمزة مون بيبي، وزادوا عليها الحكم على الدرجة الأولى من 8 شهور حبس إلى سنة. والله صراحة ما أدري الحكم سعيد أم حزين. حزين لأنه عن أم أوكي تو مولودتها جاية، فراح تنحرم منها البنت لمدة سنة كاملة، وهذه ما لها ذنب، هذه لا حول لها ولا قوة، غلط اقترفتها أمها، والقضاء المغربي ما يظلم أحد أوكي. يعني ما ندري، بس احنا نرجع نقولش دنيا تذكري لما كنتي مبسوطة على الحكم اللي صدر على منى السابر أم حلا الترك بحبسها مع وقف التنفيذ، كنتي فرحانة وفي السيارة وحاطة أغنية يوم ليك ويوم عليك، مش كل يوم معاك مال الذكرى، شوف كاهو اليوم يا ضدك دنيا. دنيا خافي يلا شوية، عشان الإنسان يغلط، الواحد مو معصوم عن الخطأ أوكي، كل إنسان ممكن يخطئ، لكن الغلط من الإنسان يستمر في أخطائه أوكي. خافي على نفسك لأن عندك أطفال ما تبين تحرمين منهم، راجعي سواء راح تنحبسين أو ما راح تنحبسين. أنا أتمنى مع أن أنت أسأتيني من خلال هذا الحساب و كلتي لي وكان في طعن في العرض والشرف، اوكي ممكن انا اختلف عادي، يعني فلنفرض ممكن اسب شخص اوكي، بس مو في عرضه وشرفه. ف اتمنى تراجعين نفسك، يمكن ما ادري يمكن في التمييز، معنى التمييز دائما يكون ضعيف، مو في كل مره يكون قوي، اغلب الاوقات يكون ضعيف، ممكن الاستبدال الحبس في غرامة مالية بوقف مع مبلغ، وهذا شيء يعني بإيد القاضي مو بإيد أي أحد أوكي، هذه سلطة تقديرية حق القاضي إنه يشوف إيه ولا لا. أتمنى إن مو الكل، هذه رسالة حق أصحاب بروفايلات الابتزاز اللي منتشرة في السوشيال ميديا، سب العرض والشرف والدنيا، وعشان اسكت عنك تفعلي، هذا درس اوكي، يا ريت تتعلمونه، في يوم من الايام راح تطيحون نفس هذه الطيحه وراح تصدر عليكم احكام بالحبس، راح تندمون ساعتها، ما في احد راح يرحمكم وراح تكونون تحت سطوه القانون. فخافوا والله عشان الله يستر عليكم.